الخبر طبعا قناه السويس، الخير كله لمصر من ساعه وجودها باذن الله. قناه السويس بتحقق اعلى ايراد في تاريخ المجرى الملاحي كله. وطبعا خلينا نقول انه ده نتيجه اعمال التطوير الكبيره اللي شهدتها قناه السويس وزياده وازدواجيه القناه. وايضا الرئيس كان بيؤكد دايما على اهميه تطوير المجرى الملاحي وتطوير العاملين وتطوير الهيئه وكل ما يتعلق بالمجرى الملاحي عشان يظل دائما منافس رئيسي ولاعب كبير عالميا، حتى في عز الازمات العالميه ومنها الازمه الروسيه الاوكرانيه لم تتاثر قناه السويس، بل بالعكس زادت عندنا نسبه السفن العابره اكثر من 15% العام الماضي. ده غير ان الهيئه نفسها بتنتهك سياسات تسويقية كبيرة وغير مسبوقة وبتفتح أسواق جديدة وبتقدم كمان تحفيزات إضافية جعلت ده كله إن احنا نحصل على أعلى تاريخ في إيرادات قناة السويس على الإطلاق. والزيادة الـ 20% اللي حصلت دي في الدولار، وإحنا محتاجين للعملة الصعبة في هذا التوقيت خاصة بعد تحريك أسعار الصرف. خلونا ناخد مع حضراتكم الاستاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئه قناه السويس. اهلا بك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. يعني ببارك لحضرتك طبعا ولكل العاملين في الهيئه. اعلى ايراد لقناه السويس، تفوقنا على 7 مليار، صح كده يا فندم؟ صحيح يا فندم، مظبوط. 7 مليار دولار، ازاي قدرنا نوصل ونحقق هذا الرقم رغم انه في ظروف دوليه صعبه، ازمات عالميه، ازمه تضخم، ازمه حرب وغيره؟ يمكن زي ما جاء في المقدمه الطيبه اللي حضرتك تفضلت بيها منذ ثواني، في ظل تحديات يمكن بيشهدها العالم كله، تحديات بتعصف باقوى الاقتصادات الموجوده في مختلف قطاعات التجاره والسلاسل اللوجستيه العالميه، تظل قناه السويس هي مش مجرد قناه ملاحيه ولكن هي شريان الخير لمصر. بعد نظر القيادة السياسية، ويليق بنا أن نبدأ عهد الجمهورية الجديدة برقم قياسي زي اللي حضرتك تفضلت وذكرته منذ دقائق، 7 مليار دولار لأول مرة في تاريخ قناة السويس بيتم تحقيقها، معدلات غير مسبوقة أيضا في أحجام السفن وفي السفن العابرة، 22,032 سفينة عبرت القناة بزيادة 15.7%، بالإضافة لمليار 320 مليون طن من البضائع اللي عبرت قناة السويس في العام المالي المنقضي. يحسب هذا الإنجاز بشكل رئيسي للقيادة الوطنية لهيئة قناة السويس، الإدارة الوطنية بقيادة السيد الفريق أسامة ربيع اللي يمكن اشتغلت على الأرض منذ اللحظة الأولى، والاستعداد المبكر برؤية استراتيجية متكاملة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حاليا وتضرر حركة التجارة بشكل كبير جدا وموجة التضخم اللي بنشهدها في مختلف الأسواق العالمية. مع بداية يمكن أول أيام الأزمة كان توجه هيئة قناة السويس في هذا الوقت بالتوجه لأسواق جديدة، فتح أسواق جديدة واجتذاب خطوط ملاحية لم تكن تعبر قناة السويس في السابق. أيضا قدرنا نتوجه على سبيل المثال لسوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة ونجتذب ناقلات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي نحو آسيا. ده كان بالنسبة لنا بيعزز من معدلات عبور السفن. أيضا انخفاض واردات الغاز الروسية، أيضا زي ما بيقولوا رب ضارة النافعة في الأزمة الروسية الأوكرانية، كان عائد على قناة السويس عائد إيجابي للغاية بعد تحول أوروبا تحديدا نحو دول الخليج واكتذاب صادرات الخليج من الغاز الطبيعي اللي بطبيعة الحال بتمر في قناة السويس صوب أوروبا. ده ساهم أيضا في تعزيز معدلات العبور في قناة السويس. مع ارتفاع أيضا أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن بتتبلور أكثر حضرتك أهمية قناة السويس الاستراتيجية للخطوط الملاحية، لأنه بطبيعة الحال مالك البضاعة أو مالك السفينة عايز يقطع رحلته في أكثر ممر ملاحي وبأسرع وقت، وبالتالي ده اللي بتجسده قناة السويس. أيضا توجيهات القيادة السياسية المستمرة بضرورة تطوير المجرى الملاحي وعدم التوقف عن الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية كان عامل حاسم في نجاح قناة السويس في تقديم هذه المعدلات غير المسبوقة. تطوير القطاع الجنوبي اللي بيتم حاليا بطول 40 كيلومتر ومتوقع بإذن الله ننتهي منه في منتصف العام المقبل، ده هيزود من القدرة الاستيعابية للقناة، هيزود أيضا جاهزية القناة لاستقبال كمان الأجيال الحديثة من السفن الجاري بناءها في الوقت الحالي. رغم أن احنا شاهدنا عبور سفن شديدة الضخامة، يمكن كانت أول مرة تعبر قناة السويس في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، يعني كل شوية نسمع. طبعا ده نتيجة أعمال التكريك وزيادة عمق القناة. من أيام قليلة تأكيدا لكلام حضرتك كان السيد الفريق رئيس الهيئة أعلن عن عبور أضخم سفينة حاويات في العالم، السفينة إيفر أرت،
أضخم سفينة حاويات بتعبر قناة السويس بلا أي مشاكل على الإطلاق، سواء من حيث الغاطس أو عمق السفينة أو عرضها. قناة السويس جاهزة لاستقبال كل الأجيال الحديثة من السفن العملاقة بإذن الله. بإذن الله. طيب سؤال الأخير لحضرتك، طب يعني إزاي تطورت أرباح قناة السويس في الكام سنة الأخيرة؟ حضرتك عارف إحنا بنحتفل يعني بمرور 8 سنوات أو 9 سنوات على ثورة 30 من يونيو، كان البعض بيشكك في الأول في أهمية وقدرات قناة السويس وأفاق اللي ممكن تصل فيها، لكن أعتقد لغة الأرقام هي أفضل رد. إزاي تطورت الأرباح على مدار السنوات الماضية؟ خليني أقول لحضرتك أنه تحديداً مع بداية مشروع قناة السويس الجديدة، زي ما حضرتك قلت، ودي كانت قاطرة المشروعات التنموية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الوقت تحديداً كانت الأهمية الاستراتيجية للمشروع زي ده كبيرة جداً، سواء على الصعيد الملاحي أو الاقتصادي. على الصعيد الملاحي زي ما حضرتك عارف، القناة كانت ممر أحادي الاتجاه. مع وجود قناة جديدة، قناة بديلة، ساهمت بصورة كبيرة جداً في حال لا قدر الله في أي حادث بيقع في القناة، بنقدر ننقل حركة الملاحة للمجرى البديل، وبالتالي وجود قناة بديلة ساهم في رفع معدلات الأمان الملاحي في قناة سويس، وساهم أن القناة تظل دايما مفتوحة أمام حركة الملاحة مهما كان التحدي. وشفنا مثال على ده في جائحة كورونا، تكاد تكون قناة سويس هي الحلقة الأكثر ثباتا في سلاسل الإمداد العالمية. شفنا المواني العالمية بتغلق، سلاسل الإمداد بتضطرب، ولكن قناة سويس كانت بتؤدي مهمتها على أكمل وجه على مدار العام. أيضا تطور عائدات القناة، وصولا يمكن من مستويات 5 مليار وأقل، وصولا إلى 7 مليار في فترة زي ما حضرتك أشرت من 2015 وصولا إلى عام 2022، أرقام قياسية. يعني من 2015 ل 2022 زدنا فوق 2 مليار بالضبط كده فندم. ويمكن هنا الرقم كمان مهم جدا ان احنا نشير الى شيء، ان مش مهم هنا نسبة الزيادة فقط، ولكن المهم الزيادة بتتحقق في ظروف شكلها عامل ازاي. بالضبط، احنا بنحقق 7 مليار دولار النهاردة فندم في 2022 في ظل تضخم كبير جدا بيجتاح الاسواق العالمية، في ظل انهيار اغلب البورصات العالمية، اقتصاد عالمي متأثر ومتضرر بشدة من أزمتين، يمكن جائحة كورونا اللي لازالت بتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولسه سلاسل الإمداد بعافية طبعا. صحيح يا فندم، صحيح، الأزمة الروسية الأوكرانية اللي هتلقي أيضا بظلال وخيمة على المدى الطويل كمان والمتوسط. وبرغم من ده تقدر قناة سويس تفتح شرايين أخرى نجتذب من خلالها سفن جديدة، نعزز من معدلات العبور زي ما قلت لحضرتك، سواء بحملات ترويجية أو تخفيضات بتمنح للعملاء، ونساهم في اجتذاب سفن لم تكن تعبر القناة في السابق. ده يؤكد بعد نظر الدولة المصرية، بعد القيادة الوطنية لهيئة قناة السويس، والتخطيط الاستراتيجي والعمل على الأرض اللي بيسفر في النهاية عن نتائج قياسية زي ما بنقول. وطبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر كل العاملين في هيئة قناة السويس، المستوى المبهر اللي بيقدموه دائما على كل الأصعدة الهندسية الميكانيكية، العمالة، أعمال التسويق نفسه، ووصلنا فيها درجات مبهرة وانعكست إيجابا طبعا فتح أسواق جديدة وغيرها. كل من يشارك دائما في ملحمة قناة السويس تاريخ طويل من نضال المصريين للحفاظ على هذا المكتسب الضخم والعملاق وتطويره، ويظل هو الخيار الأول لدى العالم. شوفوا في عز كل هذه الأزمات، لكن قناة السويس هي الخيار وما زالت الخيار الأول.